انا اتصور ان هذه مساله اللد النبي صلى الله عليه واله بالدواء هذا انما جعل كغطاء او مؤيد لما نقل على لسان بعض صحابته انه قد غلبه الوجع، ارادوا ان يجعلوا من حال رسول الله صلى الله عليه واله حالا كانما قد غلبه الوجع ويحتاج الى يعني باستطاعتهم ان يلدوه على خلاف رغبته. فقد غاب عنه كانما وعيه، ولذلك هم باستطاعتهم ان مع نهيه ومع كراهته للده، مع ذلك هؤلاء باستطاعتهم ان يلدوه، فهذا يدل على نوع من غيبوبه الوعي عند النبي صلى الله عليه واله. كانما ارادوا من حديث اللب انه تثبيت وتاييد لغيبوبه الوعي ولو في بعض اللحظات، واذا هذا مؤيد ل او مصدق لما نقل على لسان بعض صحابته بانه قد غلب الوجع. انا تصوري من الحديث الذي من كل هذا الحديث انما هذه النقطه بالذات، ولا اتصور ان يكون لواقع اللد والدواء اي حقيقه وواقع في ظاهر الامر في حوادث مرض النبي صلى الله عليه واله. زي فضيلتك.